ما عندك انت 2 minutes. مين حضرتك؟ مين انت؟ انت مين؟ ترامب؟ مين انت؟ رئيس وزراء؟ ما عندك دقيقتين تحكي your girlfriend؟ كذاب، بكون كذاب هو اصلا ما له جلاتي، لانه اللي بحبك بيسال عني بضله بلاقيلك وقت. ويك مش فاضي لاني بالحمام قاعد على السيفون اللي انا بقول لي نفضك، مش شايفيني قاعد بعمل نمبر 2. مين انت؟ واحد حشران ابي، مين ابي يعني؟ انا ابو شعب ترامب. هلو ايفريبادي الوشيم، كيفكم شو اخباركم؟ مرحبا بكم اعزائي العشاق والسناقل والسنافر في كل مكان. اليوم جبت لكم دكتورة حب لتنطيكم شوية نصائح، ماشي؟ تقعد عاقل انت وياه مش الشاغب في الحصة، يلا خلينا نموت سوا مع بعض، تفضلي دكتورة. نصيحتي لكم هي وحيدة وما في غيرها، ما توثقوا فيهم. هن حدا غدارين، بليلة ما فيها ضو قمر بيتككوا بالفيلم. صدقينا، فشو دايما اخذي الحوط والحذر منهم. كيف تاخذي الحوط والحذر؟ حوط؟ الله يلعن ابو اللي نفض والد والدي اللي علمك عربي انت. والله شكلك انت كنت تعمل مانيكير بحصة العربي، او تفلي قملات صاحبتك اللي قاعده قدامك. الله يا اختي الكريمه، انت من وين جبتي لنا مصطلح الحوط هذا؟ الحيطه اسمها الحيطه، تنزل عليك حيطه بس ما توسعي فيهم، ولك من غير ما تنصحيهم ما عندهم مش ثقه فينا. علم الله لو اجي اقول لها بحبك وما مبسوط الا تشك في الامر، تقول لك لوش انت مبسوط؟ جاي تزيد النكد علينا انت. اكملي بروفيسوره اكملي. اول شيء خلصي له مصرياته، خلصي له مصرياته مثل ما عم قلي. قد ما فيك افلسيه، بس يأفلس ما بقى. عزبون؟ كيف تعزبون؟ كيف تعزبون؟ يعني قال لك شو اليوم رح نتعشى؟ لا ماني فاضيه، ما تكوني ايزي. خلصي له مصرياته، خلصي له مصرياته. ولا شتي ايش حاطه بثمك؟ علكة منطاد؟ حاطه بثمها 4 حبات علكة منطاد وبتجمط فيه نازله. خلصي له مصرياته. ولا شتي كيف بدها تخلص له مصرياته؟ ما هو الدنيا نفسها مشتركه معه مصاري للمسكين، وفوق هذا عليه ديون. مالك انت وماله؟ عليم الله الكياسيف يا من جيبها اقساط. عليم الله بكره بس اتجوز بكون نايم بامان الله، فجاه ما الاقي مرتين الا هي سالخيتني في الكشاط اذا حضرت الفيديو تبعها. والله اقسم بالله وقتها اذا طلقتها 3 مرات ما بتكفيني. والله لا اطلقها وخليها تتجوز حدا ثاني ويطلقها، وارجع اتجوزها واطلقها، وظل طول العمر اطلق فيها لحتى ارتاح. تفضلي كملي يا دكتوره المطلقات والعوانس انت. اكبل اكبل العلبوزي هذا اللي مثل كوشوكه العجل اللي منفس. تكبر الخس براسه، مين بعدين بيصغرها؟ ما حدا بيصغرها. مثل ما عم قلي خليك دايما يدقلك ما ترد دغري، خلي يدق شكات 4 مرات رابع مره رد. حكيكي ما دغري ترد، حكيكي ما تجمي دغري ترد. يي حكيني خليني رد. لا زبيليه. اوكي شو هذا؟ الله يا جماعه الخير انا بعرف مصطلحات كثير بالحب، بحبك اعشقك بموت فيك بتنفسك بتشمشقك، بس اول مره اسمع عزبي وسرقي وفلسي. انا داري عنك والله شكلك انت ماكلي خازوق من حبيبك مدير البنك يلي راح صاحب سكرتيرته مثل الافلام المصريه وكبك بالشارع. شكرا لك يا احلام مستغانمه على هذه النصائح، والله انت لازم تجمعيهن في كتاب تسميه نصائح الدكتوره في الخياره والبندوره. ساتر. ولك نحن خلقهم فلسين وعايفين حالنا، اقسم بالله ناقصنا سرقه وتشليح وغرفه. شو انا كاين مرتبط بحبيبي ولا مسؤول حكومه؟ ستر حبسنا الليل. شلحي وزبلي وسرقيه وعزبي، هاي مواصفات مسؤولين الحكومه عنا، صح اللالا؟ صح اللالا ولا مش صح اللالا؟ والله انحبسنا الليله، تكلبشنا تكلبش. نصيحتي اليوم لألكم بتقول بعدني على كلامي انه خلصي له مصرياته. ايوه كمان ما يخوني، ما معه مصاري ما بيقدر يخوني. بقول خلص امري لا الله. لسه بقولي خلصي له مصرياته. شو هذا؟ على هاي الحاله معناته حبيبك لازم يخلص لك مصرياتك عشان ما خوني، صح لا لا؟ ولك انت على اي خيانه بتسولفي وانت خاينه نص الكره الارضيه بعمليات التجميل اللي بوجهك؟ ولك انت مصرياتك كلها مخلصيتها على كوليكشن المكياج اللي لطيته لك. والله اقسم بالله من ورا عمليات التجميل صر شايف بجوز 5000 بيشبهوها، صارن كلهم مشبهين بعض. اه والله اقسم بالله. ولك انت اصلا الشاب اذا تطلع بوجهك بعد عمليات الطراش اللي طارشيتها احمدي ربك مليون الف مره. والله عليم الله الهايلايت الحق حطيت ضوء الشاشة، والله بجيبها بدل الإضاءة اللي مستخدمها. ولك انت لو تشيل المكياج هذا اللي حطيته والفلاتر اللي جامطيتها، الله لا ياخذك يوظفوك شو اسمه في مدينة الأشباح هاي اللي بتلاقيها بالملاهي. والله أنا إحساسي بيقول إنه هي كانت منكر أظافيرها،
ماشي ومعصب لانه مش عم ينشف. لو المشكله وين انه البنات نازلات تاقات لبعض انه ايش بنصحن بعض، قال اساس بدك تزبطي واحد معاه مصاري انتي، وانتي اخرتك تتجوزي جارك ابو مريوش وينزلك على ضره كمان. عليم الله كميه البلاستيك اللي في وجهها اكثر من كميه البلاستيك في كرسي السامبا هذا. تكبر الخس براسه. وبدي اخبرك شغله يا دكتور، انا مش قاعد بتمسخر عليك ابدا، ببساطه لاني بعرف انه شعب لبنان شعب مثقف وواعي وما بيشبهك، بس انا بتمسخر على الفكر تبعك، بتمسخر على 30 مليون مشاهد لفيديوهاتك، بتمسخر على الناس اللي ماشيين وراك وعلى الصحف يلي كتبت عنك وشهرتك وعلى المقابلات التلفزيونيه اللي كبرت من حجمك، وبتمسخر على حالي لاني مجبور افهم يلي بحبوك انهم قطيع. الحب عمره ما اجى بهاي الاساليب، والمصاري عمرها ما كانت دافع للخيانة، والفقر عمره ما كان دافع للوفا. هون وهون هدول الاثنين لما نجمعهم سوا رح نعرف نحب صح. وشكراً.